سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ شنو كتعاودوا؟ بغيت ان شاء الله ندير واحد الكيكه ونشارك معكم. عندي هنا القشور ديال الليمون وثلاثه ديال المعالق ديال الزيت وواحد الرشه ديال المليحه، وعندي هنا بيكنج بودر اللي هو الخماره ديال الحلوه، واحد الكيس ديال الخماره الحلوه غنديرها، وغادي ندير فانيليا، اي فاني عندكم، وكاس ديال سنيده، كاس ديال سنيده، وغادي ندير الزبده، ثلاثه د المعالق حتى ربعه د المعالق عامرين ديال الزبده، وربعه ديال البيضات، ربعه د البيضات. انا وغادي نبقى نخلط ثلاثه ديال الكيسان، ثلاثه الكيسان ديال الحليب والدقيق، درجه بدرجه درجه بدرجه حتى تشوفوا الخليط اللي بغيتو. هاني البنات، درت كلشي الخليط وغادي نطرب هاد الخير، عاد ديك الساعات نزيدو الحليب ونزيدو الدقيق درجه بدرجه وبيكنج بودر في الاخير. هاني البنات، دابا زدت بيكنج بودر اللي هو خميره ديال الحلوه، وغنزيد الحليب، كاس ديال الحليب، وغادي نطرب عاوتاني هاد الخير، عاد ندير ديك الساعات الدقيق. هاني البنات، دابا درت جوج كيسان ديال الدقيق اللي درت. ايوا ها هو البنات الخليط كيف كيجي، هو هذا كيجي من داك الشيء غزال. ايوا انا عندي هذا المول، المول اللي عندكم ديروه، المول دهنتو بالزبده والدقيق، المول اللي عندكم استعملوه ماشي مشكل. ايوا الفران راه سخون من الفوق والتحت، والفرن على كل واحد كيفاش الفرن ديالو كيطيب. فانا دابا غادي نحطها هنايا وندخلها ان شاء الله الفران. الخليط ديالنا هاي البنات، دابا غادي ندخلوها ان شاء الله الفرن. هاي البنات، الكيكه ديالنا كيف كتجي تزيين على حسب كل واحد. انا درت شويه ديال النوتيلا. ايوا وزوق هاني البنات، من الفوق دايره الكاجو، اللي بغا يدير موز يديرو، اللي بغا يدير بيستاشي يديرو. انا من فوق نوتيلا درت شويه ديال الكاجو من الفوق، وهنا الشوكولا السائل عاوتاني حتى هو درته من الفوق، كيجي غزال ان شاء الله. ها هي البنات من الداخل، هادي كتجي هشيشة وما نعاودش لكم، واعرة 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 صراحة واعرة. هاد الطرف يبقى فيها مش عارفة، راه غزالة غزالة غزالة.